هاي، او ماي جاد، ثانك يو، مرحبا بكم عندي. ليتس سي. او على حساب فالنتاين، ذاتس سو نايس. شوكليتس. وير سو هابي تو هاف يو وذ لاف. ثانك يو سو ماتش. For the outfits, طبعا كيخصني نختار شي حاجة on Valentine's Day. As you can see, بزاف ديال الحمر. حيتاش أنا first of all اللون ديال الحمر كيعجبني بزاف. And I really believe من أن أي بنت الحمر كيجي معها because it gives feminine energy. زائد it's Valentine's Day once a year, so why not? First outfit عندي هالتوب هذا اللي ستيل دابا جا مودة بزاف كيجي هكذا هواد. كنحسو 90s تا، I'm not sure، يا إما 90s يا إما 80s، مهم قديم. ومعاه هاد الجينز هذا، أنا كيعجبني وايت واشينغ بزاف، ما كيعجبنيش جينز دارك واشينغ. ومعاه هاد الهيلز هادو اللي تا هما فيري تريندي، هاد ستيل هذا أنا دائما كيعجبني، ولكن حيتاش كنلبس سايز 38 كنت كنحس رجلي غادي يبانو فيه طوالين بزاف، غير شنو دابا بيكوز إيفريوان إز ويرين إت أوريدي، أي دونت مايند أني مور. يا وكنحس شويه سوف اكسبتنس رجلت عندي كثر، سو اي دونت كير، واخا يبانو طوالين مهم انا عاجبني. غير شنو، اي ثينك ذيس اوتفيت از ليتل تو كاجوال، ف ذيس از اوبشن نمبر 1. اوبشن نمبر 2 او تو كلاسي، ما كاينش ان بتوين، سو كاين هاد السكيرت هادي طويله ومعاها هاد التوب هذا احمر. غير شنو صراحه هاد اوتفيت ملي شريته تخيلته غادي نعمل شي جاكيت فوق منه كحل، وانا جبت معايا المغرب غير هاد الجاكيت هذا زراق، وحتى مع بعضياتهم ما جاوش الصراحه. I mean you can try ولكن it's not gonna work out. نقدر نعمل مع هذا من فوق، غير شنو هذا قصير، ولكن I'll try it out. I'll try it out and I'll see. For accessories عندي هاد little hearts cute. Normally انا I'm a golden girl، كيعجبني gold بزاف وكنحسها كيجي معايا، ولكن ما نقدرش نقول لهم لا. وفور جولد عندي هادو وهادو. اوكي اي ثينك ام جوينغ فور ذا ميك اب فيرست، و ديرين ميك اب غادي نشوف ميك اب كيفاش غادي يخرج وشنو غادي يجي معاه، كلاسي اور كاجوال. ليتس ستارت ذا ميك اب. اول مره بديت اليوتيوب صراحه كان واحد فحال بروجيكت ملي كنت كنقرا ستايلينغ، عطاونا بروجيكت يا اما نبداو يوتيوب اكاونت يا اما نبداو بلوغ اونلاين او لا ويب سايت، وانا اخترت يوتيوب. وكنت من بعد قلت عملت واحد فيديو على حساب بروجيكت، ومن بعد قلت اوكي ديجا عندي اكاونت، علاش ما نعملش وننزل. This is how it started. ما كنتش عاولة غادي نبدا اليوتيوب. واخرا كاجتني واحد كومونتير ديال ساومان بين لكم هنايا، كتبت لي من ان الحبوب خففوا لي وشنو عملت له. انا كان عندي اكني حياتي كامله كما قلت في ديك الفيديو، and I was so insecure. كنت فسدت فلوسي كاملين في تريتمنت في برودكت، وصافي ملي بديت تريتمنت ديالي وسيبت عليه I became obsessed. كنت الناس برا كنمشي عندهم اللي كيكونوا بالحبوب كنقول لهم اسمح لي واش في راسك كاينه واحد الحل. ديك الساعه كان ديجا عندي ماي يوتيوب شانو، وقلت واي نوت، انا عامله وانس غادي ننزلها في اليوتيوب. وديك الساعه حيتاش ما كانش ديك كونتنت بالعربيه، لا بالعربيه لا بالدارجه، قلت نعاون الناس. باي ذا واي كنشوف فاونديشن مغلوقه بزاف على وجهي، ولكن it doesn't matter, it's about the vibes. فاي عملت فيديو والحمد لله هذيك الفيديو كان يا تشهر بزاف، وهو اللي شهر لي قناه. I started my career ديال سينماغرافي صراحه it's both. ملي كنت يلا بديت ماي يوتيوب شانو كنت كنتفرج بزاف ديال اليوتيوبرز، وكان سبيشالي فيديوز كيف كيشرحوا شمن كاميرا كيستعملوا باش نتعلم منهم، وتما جاني شويه الحب ديال الحب جاتني الحب ديال يا سينماغرافي وكاميرات. وملي كنت كنختار ستادي ديالي تلقيت هذيك وقلت واي نوت، سبيشلي انا كنحس عندي لوت اوف كرييتيف ايدياز، و يا جاتني فكره مزيانه من انني تو ستادي سينماغرافي، سو ذاتس هاو.
Hey guys and welcome to a vlog. Finally رجعت لكم و كيما الناس اللي متبعيني في انستغرام عارفين انا دابا حاليا في دبي. سو علاش مشيت من هولندا لدبي؟ الصراحه I felt lately من ان هولندا ما بقاتش ليلي. First of all the weather, انا كنحس براسي ملي كنمشي on holidays كتكون الشمس I become a different person, better version of myself صراحه. ف هذيك وكومبينيشن انني كنت بدلت الخدمه طلعت لي بوزيشن طلع لي سالير صراحه ولكن طلعت لي تا ريسبونسابيلتي فبقيت كنحس براسي اوكي عندي مدخول مزيان ولكن ما عنديش حتى الوقت فين نخرج ديك المدخول حيت اي هاد ا لوت اوف ريسبونسابيلتي وسبيشلي ويذ ماي ايج كنقول يو اونلي ليف وانس يا خصك تعمل شي حاجه اخرى باش تبدل هاد الروتين فعليا اخترت من انني سافر كانت عندي تشويس ما بين برشلونه ودبي وقلت واذا غادي تعملها ستيب غتبدا من الزيرو واي نوت نمشي لدبي بعيده ما كتعرف حتى شي واحد واذا صدقت غتزق واعره اكثر من برشلونه طبعا فصراحه لوكين باك اديت بيست تشويس اي ديد باي ذا واي دابا غادي نعمل ماي فيفورت هايلايتر ديال ستيلا عامل بحال هكذا ولون كيتن غادي نبين لكم شوفوا دابا بيفور انا اللي كيعجبني بزاف هو هايلايتر ما يكونش باودري عنده اللون ديال سكين كولر عامل بحال هكذا ويت نعمل لكم ديفرنس سو ذيس از بيفور هو فيري ناتشورال ولكن كيعطيك واحد يو سي اتس اوريدي جلوين كيعطي لك واحد جلو فروم ويذين يو سي اللي كيعجبني فيه هو انه كي كيندمج مع السكين ديالك نورمالي بعد مره كتشوف شي بنات كتكون كدا معاهم كتبان لهم هنايا باودري وانا ما كيعجبنيش ديك اللوك ف ذيس وان ات جيفز يو جلو ولكن كيتخلط مع فاونديشن وسبيشلي كيعجبني نعمل انا هنايا في النيف ذير از بيج ديفرنس ويذ اور ويذاوت ميك اب وصراحه ما كنعملوش شي كونتورينغ ولكن الحاجه اللي كتزيد تبينو ضعيف هي انني كنعمل هايلايتر هنايا في الوسط وكندوز غير بشويه هنايا في الوسط باش ملي كتحرك 3D كتطيح الضو هنايا وكيبان لي ضعيف بزاف This is the secret so ما عاملاش نيفي بزاف ديال الناس كيقول لي عامله نيفك ما عاملاش ولكن it's just contouring and صراحة in general نيفي صغير على نيف عادي ولكن كنزيدو هايلايت الاول ملي كتعرف على الواحد طبعا people they act with their best behavior My dating life is not boring I'm enjoying myself ولكن nothing nothing serious حيتاش باغا ناخذ وقتي ماشي يلا كنتعرف على شي واحد بحال اللي ديجا قلت في بودكاست ماشي يلا عاد كنتعرف على شي واحد غير كنبدا نبني اوكي واذا جوجت به فين غادي نعيش واذا نو ام جاست تيكين ماي تايم تو بي اونست ام توكين تو ديفرنت بيبل حيت ذير از ناثينغ سيريوس ذير از ناثينغ حتى واحد ما هضر مع والديا سو اي دونت سي ات شي حاجه اللي ماشي لويو اند اي نو واذا سقساوني ام فيري اونست and I feel بما أنك honest people respect you كان قوله of course there are others that I'm talking to and I'm taking my time و ما كان زرب شي حيت يا تش واحد ما كيجري مورا هذيك mentality ديال طبعا كيخصني نجوج كيخصني نعمل الأسرة ديالي ولكن with the right person ما خصنيش يجوج غير باش نجوج وكنحس it's also very feminine of you من أنك to lay back to take your time و to let them impress you to let them show you why they deserve you I know concept ديال اليوم مع فالنتاين ولكن انا صراحة my makeup دايما كيعجبني يكون natural colors و my lips nude بزاف واذا دخلتي اونلاين غادي تسيب فالنتاين makeup كيعملو red lips because it's valentine انا I prefer ندخل ديك اللون في in my outfit instead of my makeup حيت كيعجبني I don't know simple makeup ولكن I let the outfit talk more So guys, one of the main comments اللي كتجيني مؤخرا هي بنات كيسولوني How can you combine work life and the same time you enjoy life? و I feel من أن هذه it's a personal choice أنا قبل كنت كنخدم وكنقول أوكي عيانة أنا كمشي للدار نرتاح دابا بدلت المايندسيت ديالي My recharge هي أنني نخرج نسبورتي نعيش الحياة حيت I really I'm aware من أن my life I only live it once and my life is my own movie. ف you really need to start
كيش غادي نقول لك تبدل المايندسيت ديالك و to be aware من انك you can change your life, you can change your existence. هنا اللي هتقدر تبدل your own story. This is the final look. كما قلت لكم simple, يقدر بعض الناس ما يجيبش simple, ولكن for me it's simple and that's what's important. So let's go to the outfits. صراحة normally انا هاد اللوك هذا يعجبني بشي جاكيت كبيرة ونعملها غير على كتف, ولكن انت هذا جاني مزيون. Especially the boots, one of my favorites. Little secret, شريتهم هي بتسعود ديال الأورو مزارة. I think this is a good look. وده كان عندي شي dinner. أقول كل يوم ما عندي شي dinner. So غادي نبدل look, غادي نعمل something more casual. Outfit number two. وكان ضمن الناس اللي كيعرفوني, they already know. They already see the difference in the vibe. صراحة هذا ستيل ديالي كتر. وخا casual, ولكن it's upgraded. كان ضمن because of the accessories وحتى على حساب تالون. هاتينا ملكم هكذا. على حساب تالون. It really elevated the outfit. So for me personally, this is the look that I chose. بس نعملكم واحد 360. وقولوا لي في كومنتس سومش من اللوك اللي فضلتوا الأول أو الثاني and why. واش حتجا معايا أو لا, it's more a style that you prefer. So كان ضمن بوصلنا لأخر ديال الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم وكون شوية كنت خفيفة على قلبكم. Don't forget to subscribe. Thank you so much guys. Love you. Bye.